أهلا وسهلا فيكم. مثل ما شايفين ورانا في مطرح مكتوب نفس جديد ومطرح دي ار اي هي المنظمة اللي احنا عم نشتغل معها، Democratic Reporting International. ونفس جديد هو البرنامج اللي كان موسم أول والسنة كان بموسم ثاني، وعم نجرب من خلال نفس جديد نحكي بنفس جديد بالإعلام، سواء الطريقة الإعلامية أو الضيوف حتى يجاوبوا على الأسئلة. ورح تشوفوا هذا الشيء الليلة مع ضيوفنا الكتير غاليين وكتير أعزاء اللي رح يكونوا معنا الليلة. اليوم نحن مجتمعين لأنه في شيء عم نحكي فيه بس منحس ما منعرف شيء عنه، هو ثروة لبنان النفطية وثروته بالغاز. يعني كل يوم منقوم في تصريح وفي رواية جديدة، وكل يوم في معلومة تضرب المعلومة اللي قبل وصرنا ضايعين، بطلنا عارفين منصدق الجيش أو منصدق السياسيين أو مننطر هالمفاوضات يلي بطلت تعرف ترسي على ولا خط، صرنا ضايعين بين الخطوط. مشان هيك رح نجتمع نحن وياكم اليوم ومع الاختصاصيين، مع الدكتور والمرجع التاريخي والجغرافي الدكتور عصام خليفة اللي رح يحكينا بالشكل القانوني عن حدود لبنان البحرية والبرية، معنا النائب يلي بتحكي باسم الشعب بكل عناد وبكل إصرار نائب بولا يعقوبيان، معنا الصحفية الاقتصادية بجريدة النهار الزميلة سابين عويس، ومعنا الأستاذ نزير رضا اللي بيكتب بالشرق الأوسط وبالمدن قاسي، واليوم رح يكون قاسي تنشوف على أي جهة. أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا وميرسي أنكم موجودين معنا. واليوم في ضرورة كتير كبيرة سواء من أهل الإعلام أو من الشعب من الناس، بدنا نعرف أكثر شو هي ثروتنا النفطية. وإذا بتسمحوا نبلش مع الدكتور عصام خليفة يلي رح يخبرنا قانونيا نحن حدودنا وين، 23 29 1 وين رايحين وشو لازم نعمل. دكتور بليز رح تقدم لنا انت على السكرين وتخبرنا قانونيا نحن وين. اول شيء انا مسرور لامرين، رفقتنا مع النائبه اللي منعزها كثير واللي هي صوت الشعب بهالايام، والاقتصاديه سابين، والاخ نزير بقرا له بالشرق الاوسط، وقت الحكاني الاخ طوق دغري وافقت تألتقي بشباب مثلكم هني مستقبل الوطن. نحن يا أخوان بأيام صعبة كتير، في إرادة مثل كأنه خارجية وداخلية ينهو المجتمع والدولة والاقتصاد والتربية والثقافة. المطلوب إنهاء الشعب اللبناني وإيصاله إلى مرحلة الإبادة الجماعية والمجاعة. ما تقولوا عن خوفكم، عم قوي فيكم إرادة المواجهة والمقاومة لهذا المشروع، لأنه عنا وطن اسمه لبنان له حدود وله كيان وأبائنا وأجدادنا بنيوه. عم بسمع كتير الإعلام يا أخوان، المنطقة الاقتصادية الخالصة غير الحدود البحرية للدولة إلى السيادة، هيدا حدود الدولة اللبنانية بلش بالعريضة وبتنتهي برأس النقورة. راس النقورة كتير مهم هالموضوع. هلأ نحن عنا سيادة على المنطقة الزرقاء 12 ميل، هيديك البنفسجية منطقة اقتصادية خالصة، عملوا لها نظام دولي سنة 1882. هون نحن سوء إدارة الملف هيدا، خسرنا مع أبروس 2000، هون مع أبروس 2267 كيلومتر مربع. بيرجع هيدا مين عمل الخط 23 يلي هلا الاعلام كله بضج فيه والمسؤولين فيه. اسرائيل عملته، هاي الوثيقه الصادره عن ستيت اوف اسرائيل منستري اوف انرجي. بدنا نعزبك الميكرو بليز. وزاره الطاقه الاسرائيليه وقت بلشوا يعملوا حقول عملوا حدود شماليه وعملوا الخط 23. لبنان بيجي بيصير في بدء اهتمام بال 2009، بيصير في تباين بالاراء، بتقوم الدوله بتكلف مكتب UKHO الانجليزي اللي هو خبير بشؤون البحار، هيدي بدها دفعت له عنا الوصل وهذا تقريره عمله، وهذا الخريطه اللي طلعت اول ناس قالوا 29 هي حقوق لبنان
هو المكتب البريطاني. حط ثلاث احتمالات، منهم احتمال انه ما بنعطي تخليط اهميه. تخليط هي صخره هلا بنشوفها. ايه لبنان حقه ب 29، هلا اذا اعطينا اهميه اعطي اقل. المهم انه الدوله اللبنانيه دفعت مصاري لهالمكتب. ايه بس سنة 2011 ما عرضوا التقرير اللي دفعت عنه الدولة لمجلس الوزراء أيام الرئيس مئاتي. مشوا 23 عشان هذا خط عسكري جاي أمر فيه من القوة الموجهة الإقليمية، وهذه من وقتها بلشت إذا بدكم عمليا المؤامرة على شعبنا. عملوا المرسوم، غلطوا فيه مع إسرائيل، تخلوا عن 1430 كيلومتر مربع مع إسرائيل، تخلوا مع أبرس. الأبرس موضوع تاني، عملنا معاهدة حطينا النقطة واحد، مش رح فوتكم لأنه الوقت قليل مثل ما قال الاستاذ طه، من واحد لستة. إسرائيل نطت على الواحد واعتبرته مكسب لها ونقطة ثلاثية وعملت الخط واحد. يعني نحن بنعطي باس تنخسر ثروتنا، هيدا مأساتنا مع مسؤولين يا عملاء يا حمير يا اثنين سوا. عنا الخط 23 هيدا هو، انتبهوا له، بعيد 30 متر عن رأس النقورة. عم تنتبهوا؟ شايفين ورا؟ شايفتي الخريطة؟ ايه. وهيدا الخط الإسرائيلي رقم واحد ليكون وفيت عنا. ما في خط قانوني إلا الخط 29، هلا بنشوفه واضح. ليش؟ بالقانون الدولي وبالاجتهادات الدولية أي حدود بحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بدها تنطلق من الحدود البرية. عنا الشباب ما بيعرفوا حدود الدولة أو بيعرفوها وبيعوها. هلأ العاطي باس هو الرئيس بري، كيف؟ اتفاق الإطار كيف؟ بيقول انه اساس التفاوض هو 1701، خمس مرات بيحكي عن الخط الازرق. اصلا الخط الازرق هون ما بقي على راس النقورة اللي مثبت بالوثائق الدولية واسرائيل ماضي عليه سنة 49، وانا خريطة طالعة باسرائيل كانت مع الوفد اللبناني. اسرائيل احتلت 30 متر هون، يعني اعطينا باس لنسوغ الخط 23، مع انه النقطة رأس النقورة هي نقطة الحدود الدولية. وهيك ترابط البر بالبحر، يعني الخط الأزرق رابطه، يعني وقت منغير بالبحر بدنا نغير بالبر، مع انه ما لازم نغير شيء. هلا ليكو هيدا اتفاق ما حدا بيحكي فيه غير محسوبكم، لانه انا استاذ تاريخ وشغلتي هالشغلة. بعد الهدنة في ترسيم حدود بين لبنان واسرائيل موقع من فريد لندر الإسرائيلي واسكندر غانم، كان كابيتان وهذا كابيتان وهذا أستاذ جيولوجي فريد لندر، مع خريطة كانت مع الوفد اللبناني يا بولا مطبوعة بإسرائيل. الخريطة سنة 1949 بين 5 و15 كانون الأول، يعني رأس النقورة بلبنان، يعني من رأس النقورة لازم ينطلق خط حدود المنطقة الاقتصادية. هني ما انطلقوا من 30 متر، انطلقوا. النقطة الثانية اللي نحن خبصنا فيها هاي هي منطقة نظام الجزر. هيدا القانون الدولي الجزء الثامن المادة 121، يعني الصغر ما بيدخل بالتأثير على الحدود. قاموا الشباب صخر التخليط، عطيوه أهمية كاملة، خسرتنا 1800 كيلومتر. غلطوا بانطلاق الخط 23 وبنيو على خطأ بالصخرة. جيش عمل مصلحة هيدروغرافيا يلي بتدرس البحار وطلع باستنتاج انه مازال المكتب البريطاني قال 29، مصلحة اللبناني قال 29، واصلا بالتفاوض بهالموضوع الدولة لازم تطلب حقها. وبالتفاوض موازين القوى بنشوف مش بتعطي النقطة اللي حاططها العدو. نحن عطينا الخط لعطاء العدو، وهلا وقفوا عليه الشباب مع اوشتين. بس انا محضر لهم مع مجموعه من المحامين دعوه بالخيانه العظمى، خليه يوقفوا على جريهم بعدين.
خي هاي العريضة أنا عملتها من ديوة بس وقف من ديوة من باريس من فرنسا 1432 بلبنان برموا بكل المناطق في ناس من ديوة بالدم وبعتني على كل المسؤولين إنه خي عدلوا الجيش اقترح نتبنى الخط 29 وإذا 23 هجين ضد القانون الدولي وضد الدستور الشباب ما ردوا ردت وزيرة الدفاع أنا تكون صادق معكم وجاوبت وفعلا عدلت هي والرئيس دياب بحييهم والوزير نجار عملوا مشروع مرسوم عدلوا 6433 وبعتوها لرئيس الجمهورية نامت هونيك تحت ستار انه بدها مجلس وزراء. طيب هلا انا يعني قضية خطيرة بالشكل ما بعتقد فينا انه فيها حق بربع ساعة. بدنا نتشكرك دكتور على الشرح المسهب. بدي احكي كلمتين بعد. تفضل. اذا فكروا هني وهوبشتاين عملوا الضرب والجريمة شعبنا ما راح يخليهم يناموا ببيتهم. وانا مين تنزرهم بس انا بنزرهم. اول شيء الدعوة جاهزة بالخيانة العظمى. وفي خيانة عظمى واضحة. بالوثائق والمستندات. سروي لشعبنا تطلعوا من خطورة وضعه عم يبددوها ويبيعوها. ومين ما وافق على الجريمة راح نحاكمه. وعندنا محاضر الجلسات ما يفكر حدا راح يهرب. اللي وافقوا بمحضر الجلسة موافقين على الجريمة والبعض بديره بظهر السنيورة ما هو السنيورة واحد من الكل يعني الوزير للتاني شو دوره مش هيك على كل حال بالحوار بنحكي زيادة سبولا تأخرنا عليكم شوي بليز الميكرو هيدا بدنا نسألك نحن معتمدين عليك بتحكي باسم الشعب شو موقفكم النواب اللي نحن معتبرينهم تغيير واللي الناس حاطة أمل فيهم وداخل مجلس النواب تشريعيا شو قادرين تعملوا بهذا الموضوع بليز أول شيء بدي أشكركم أنه عم تعطوا هذا الموضوع الأهمية اللازمة لأنه السلطة اللبنانية بدها تدفنه ما بدها ينفتح سيرة هذه الثروة اللي عم تنسرى بدي أشكر دايما دكتور عصام خليفة لأنه كان السباق على تنبيهنا جميعا اللي عم بيصير جنوبا إضافة إلى آخرين بس دكتور خليفة هي من الثروات اللبنانية اللي ما حدا قادر يسرق لنا إياها مش ثروة فكرية بس جرأته هي ثروة طريقة كلامه وأسلوبه اللي عم بيوصل للناس لكل الناس موضوع صعب ومعقد مثل هيدا بطريقة بسيطة وعم بيخليه موضوع interesting للعالم وهيدي كتير مهمة النقطة جوزيف لأنه إذا ما عرفنا ما بنعرف ندافع عن ثرواتنا فالمعرفة اللي عم تعطينا إياها دكتور هيدي يعني لا هي ثروة بحد ذاتها اللي بدي أقوله بدي جاوبك على اللي بلشت فيه يمكن نحن ببداية عملنا بعد انتخابنا كان الاهتمام بهذه المسألة أول شيء لأنه واضح في أكثر من مؤامرة على هذا الموضوع هنالك تخلي وأنا بقول مش حمير اسمح لي دكتور متواطئين حقيرين لدرجة أنه بقاء بمناصبهم وبكراسيهم أهم من أي شيء آخر أهم من كل ثرواتنا يعني بأكد لك لو قدرين يبيعونا بيعونا بس ما عم ننبيع معهم الهيئة يبيعونا كأشخاص يعني كبشر هل قد مستعدين يبيعوا كل شيء مقابل الاستمرار بالسلطة وما حدا يستهون فكرة أنه إيه ما بيقبلوا بانتخابات ممكن تعطي أكثر بشوي بعد لقوى التغيير يعني 10% بعتقد ما كانوا حتى متوقعينه بعد الشغل اللي عملوه تفاجأوا بالرقم يمكن كانوا لغيوا الانتخابات يمكن كانوا ما بعرف شو عملوا لو عارفين انه ممكن نوصل لرقم 13 ونحن وصلنا لهالرقم بالاختراب هلا اذا بدكم منفسر اكثر للاسف بالاختراب لانه اللي عايش بلبنان اكثر لازم يكون عم ينتخب انتخاب وتصويت عقابي لهيدي السلطه رح ارجع الى النقطه اللي عم تحكي عنها جوزيف شو عم نعمل نحن من وقت ما بلشنا عقدنا اجتماعات مع الرؤساء ثلاثة وعم نكشف للرأي العام شو عم بيصير بهيدي الاجتماعات كمان كان في لقاء مع هوكستين بالسفارة
وكان في مؤتمر صحافي للنقيب منحم خلف كمان استند عليه من معلومات مستقاة من دكتور خليفة اللي هو مرجع بهذا الموضوع. وواضح جدا بالنسبة لنا بالقانون، بالمنطق، بالسياسة، بمصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين المشتركة، انه التمسك بالخط 29 هو موضوع ممنوع التنازل عنه. اول شيء اذا بدك تتخلى عن 29 تتخلى من خلال مفاوضات، تعرف شو طلع لك بالمقابل، شو عطيت. هيدا عم بقول اذا كتير كبيرة. بس في حال بدي فكر اتخلى، بتخلى بعد المفاوضات، مش اثناء المفاوضات وقبل المفاوضات. ما ببعت جيشي يتفاوض مع اسرائيل بالنقورة وانا من تحت لتحت كون مرقت سياسيا التنازل المطلوب والاقرار بالخط اللي رسمته اسرائيل لنا. اسرائيل قررت خطنا 23، التزمنا نحن بالخط 23 ومرقنا بالرسائل المبطنه بالدبلوماسيه الخرقاء هيدا التنازل، طمناهم عبر الوسيط الامريكي، ما بعرف اذا في اكثر من الوسيط الامريكي، انه روحوا اشتغلوا وما حدا هون. لبنانيين ملهيين بمصيبتهم بازماتهم، مجلس النواب بالجيبه، حكومه هي حكومه مؤلفه من هالكم زعيم مافيا وهن دايرين كل شيء. فزعم المافيا اللي صار اليوم انه تنازلوا عن 29 حتى قبل التفاوض. ما هيدي ورقه تفاوض بايدك، هي ورقه قوه، ورقه قوه مثبته بثيرد بارتي، بطرف ثالث اللي هو ال UKHO المعترف فيها دوليا. شو اهميه الثيرد بارتي هون؟ انه مش انت عم تجي تقول 29 هو حدودي، ولا اسرائيل عم بتقول 29 هي مش حدودك. في طرف ثالث شغلته هالشغله عم بيجي يقول هيدي هي الحدود اللبنانيه. خيانه عظمى واكثر انك تجي تقدم هالورقه وانت بعد ما اخذت شيء. شو اخذ لبنان مقابل تنازل؟ تتنازل مقابل شيء ما. هلا الشيء اللي اخذناه بالمقابل على ما يبدو وكل الدلائل بتشير الى ذلك، المقابل هو رفع العقوبات او المساهمه برفع العقوبات عن شخصيات لبنانيه. وليس فقط عم بحكي هون عن العقوبات الشهيره على جبران باسيل، في ابعد منه، في باقي الشخصيات اللبنانية اللي سهل جدا انك تحط عليها sanctions. كيف ما ضربت ايدك، كيف ما حطيت عقوبات، 100% ملفاتها وارتكاباتها هالقد كبيرة انه سهل جدا تلقطهم وتقلهم انت بهذا الملف بهالموضوع فيك تكون اليوم على لائحة اي عقوبات. والبعض بيقول انه امريكا بتحط عقوبات سياسيه، صحيح امريكا بتحط عقوبات سياسيه، بس هيدي العقوبات السياسيه في لها سند قانوني وفي لها ارتكابات مرتكزه عليها. بس السؤال هو وجودكم مجلس النواب هل ممكن يكون له تاثير ولا بيكون فولكلور؟ طيب خليني اقول لك شو عملت. هيدي كلمه فولكلور بتستعملها الطبقه السياسيه وقت منحشرها. رح اقول لكم شو عمل، شو رد بري على الفولكلور. وقفت باول جلسه وهي جلسة انتخاب اللجان، لأنه هيدي أول فرصة التئام للمجلس، وأنا درست كتير منيح النظام الداخلي والقوانين اللي بترعى المجلس النيابي ودستورنا. ليه؟ لأنه لما دخلت لحالي ما فيهم خليهم يتلقطوا فيي بأي طريقة من الطرق، فسكرت هيدي الثغرات بأني بعرف حقوقي. ولذلك وقفت بأول الجلسة وطلبت الكلام بالنظام وقلت بالنظام نحن اليوم بجلسة انتخاب، منقدر اليوم لأنه في نحن أمام مسألة لا تحتمل التأجيل، يستطيع هذا المجلس أن يفتح جلسة تشريعية مباشرة الآن، وهنالك قانونين، اقتراحين، قانون معجل مكرر، اقتراحين، ورح أقول الاثنين مش واحد. فينا هلأ بهذه الجلسة نقر تعديل القانون اللي على أساسه طلع المرسوم 6433. أنت إذا ما عم تقدر تلزم رئيس الجمهورية أنه يوقع، وهن كلهم كانوا عم بيكبوا أنه إيه رئيس الجمهورية منيم المرسوم، مظبوط منيم المرسوم، بس أنت عندك طرق تانية بتعدل القانون.
هيدا مرسوم تطبيقي لقانون صادر عن مجلس النواب. بجيب عدل القانون، مزبوط يا دكتور؟ قلنا لهم تفضلوا عدلوا القانون والتعديل جاهز. نحن نواب والمجلس سيد نفسه، المجلس يستطيع التشريع بأي وقت. كيف إذا أنت اليوم بدورة أنت بإنعقاد دائم لأن الحكومة مستقيلة، مجلس بعده مبلش، إسرائيل عم جابت منصة وعم بتبلش تستخرج، مش عم بتنقب تأسكت تقول معي وقت، عم تستخرج. بيجي مباشرة إذا مني متواطئ وإذا مني خاين وإذا مني عميل، مباشرة بيجي بطالب، بيجي بفتح هيدي الجلسة بعدل القانون. شو بكون عملت لما عدل القانون؟ بكون عملت ربط نزاع مع إسرائيل، وبالتالي بمنعت نقب بالمنطقة المتنازع عليها، بحولها لمنطقة متنازع عليها. اليوم إسرائيل بالقانون أقوى منا. ليه؟ لأنه ما قبلنا نقول إنه هذه منطقة متنازع عليها. رحنا عملنا سياسة النعامة، دفننا راسنا بالتراب، عملنا حالنا مش قاشعين إسرائيل شو عم تعمل، منعمل تصريحات إعلامية نعتبر إنه ما حدا بيفهم، وعلى هيدي الطريقة وعلى هيدا المنوال سمحنا لإسرائيل تجيب منصة. وأحلى شيء كيف هوكستين فضحهم قايلنه من السنة جاي المنصة، هيدي كل مفاجأة لقل، عارفين متواطئين وعارفين كتير منيح إنه اليوم عم بيستغنوا وعم بيتخلوا عن ثروة كبيرة هي ثروة للأجيال الجاية. ما في اليوم نفط قبل 7-8 سنين، هي إذا بلشنا نركض هلأ واضح ما حدا راكد وما حدا مستعجل، بس هيدا موضوع بده كتير وقت. فإسرائيل صار لها تقريبا 17 سنة لك وين صاروا، قبرص أقل شوي مظبوط، عم بنقبوا عم بيستخرجوا، لبنان غرقان بالعتمة وما قادر يطلع هيدي الثروة اللي ممكن تريح الأجيال وممكن بانهيار مالي واقتصادي تعمل لك كل الفرق. فصراحة كمان في نقطة كتير مهمة بدي أقولها، اللي عم نقدر نعمله جوزيف لأنك حابب تركز على هالنقطة، عم نقدر نفضحهم، عم نخبر العالم شو عم بيعملوا، بس لازم الناس تتذكر ان احنا 10% من هيدا البرلمان، 10% مش أكتر. يمكن في بعض النواب اللي نتعاطى معهم نوصل بركة معهم ل 12-13%، هيدا الماكسيموم، والباقي هن من المنظومة، أحزاب المنظومة المتواطئة أو الساكتة. بيعرفوا اليوم الناس إنه بدك 26 نائب 5 المجلس، أنت بتقدر اليوم تقدم هذا الطرح بموضوع الخيانة العظمى، تهمة الخيانة العظمى أكيد طبعا برئيس الجمهورية عم نحكي، بدك 5 المجلس النيابي لتقديم ذلك. في طريق تاني، لجنة تحقيق برلمانية، بس للأسف البرلمان معطل، معطل بمعنى أنه بتصرخ بتصرخ وبالآخر شفتوا النتيجة. كان رد الرئيس بري على موضوع اقتراح قانون معجل مكرر، كل الجنون اللي شفتوه كتبوا تويت لنائبة، كتب لي أحد النواب للأسف أنه فتنا بذكورية وصرنا بعائلتي وبحياتي، أنا شو عم بقول؟ عم بقول لهم في قانون معجل مكرر بيقدر كل هيدا الحكاية دكتور خليفة بساعتين، منعيط للتوبوغرافيا بالجيش للجماعة اللي بيشتغلوا بهذا المجال لدكتور خليفة، نقعد منعدل هيدا القانون بياخد شغل 2-3 ساعات بالمجلس النيابي جوزيف، وبأكد لك نحفظ حقنا بالمنطقة الاقتصادية الخالصة. هيدا واحد. ليه في، بس خليني أقول ليه في اقتراحين، في اقتراح قدمه نايب حسن مراد، يبدو قدمه مش منسق مع الأطراف السياسية، قدمه وصار ما عم بيدافع عن قانونه. أنا أصلاً لما شفته قلت إف برافو، رح يطلع منه شكله هالنايب. تاري مش منسق مع الشبيبة، راح القانون نضب قانونه على جنب، قانونه بالشكل بده بعض التعديلات، عدنا بالليل مع أستاذ نجيب فرحات اشتغلنا قانون آخر يعدل المادة 6 مش المادة 17، وهذا القانون بتقدم بمادة وحيدة، يعني بالشكل صار مظبوط إذا بدك القانون حسب ما اشتغلنا، بعتقد يعني ما بده شغل كتير. ولكن من مرة جديدة لازم الكل يعرف أنه المجلس يستطيع أن يعدل كما يشاء، منصوت خلص منصوت صدق
يذهب القانون إلى النشر وبعد النشر بصير نافذ. بعد عنا أسئلة كتير. خلاص خلصت. لك ولضيوفنا كلهم. أكيد. استاذ السابين كان عم تحكي بولا أنه نحن كيف رحنا على المفاوضات وبدل ما نروح على 29 تناخد 23 رحنا على الأقل. قديش وضع لبنان الكارثة الاقتصاد المنهار خلينا نكون هالقد ضعاف؟ هل السبب هو تخاذل من السلطة أو السبب وضعنا الاقتصادي هو اللي خلينا نكون نحن زاحفين على المفاوضات؟ يعني كنت كتير بتمنى يكون عندهم هيدا الحس بالمسؤولية والشعور بالوطنية تجاه الناس تيقولوا انه نحن وصلنا لهذه الحالة من الانهيار ولازم نعرف نطلع الناس اللي نحن وصلناهم لها من هالحالة. مع الأسف انا بعتقد اذا بحكي بس عن خبرتي اللي 35 سنة بشتغل بالمجال الاقتصادي الصحافة الاقتصادية وبتعاطى مع كل الحكومات المتعاقبة ولا مرة شعرت انه في اي شخص يصل الى سدة المسؤولية وبيحمل هم الناس. بالسابق كنا يمكن نتحمل هيدا الشيء لانه كان البلد وضعه منيح الناس عم تشتغل ومشي حاله، بس انك توصل لمرحلة من الانهيار المتعمد وباعتراف داخلي وخارجي. انا ما بدي اركن دائما مثل نحن بننبسط انه المؤسسات الدولية عم بتقول عنا هيك وهيك وهيك. نحن العايشين، نحن اللي شايفين شو عم بيصير فينا. ما طلع عنا ولا اي مسؤول حمل مسؤولية الانهيار وقال انه انا بدي حط خطة طوارئ او اعمل خلية ازمة لدير الازمة. نحن بحالة ازمة، فكيف بدك يفكروا انه تربط يعني انه ملف النفط والغاز يتحرك اليوم بناء لشعور بالمسؤولية؟ لا، مع الاسف نحن وصلنا لمحل ما وقفنا لا نكذب على حالنا ولا نكذب على الناس. فتح هذا الملف اليوم لم يكن مفاجئا، وما حدا يقول انه لانه وصلت انرجين باور على كريش اوبس وصلت رح تبلش. لا، هيدا ملف مفتوح واسرائيل عم تشتغل فيه ونحن عارفين انه نحن واصلين لهي النقطة. وقفنا المفاوضات غير المباشرة من أيار 2020 إجا بشباط هوكستين على لبنان، بس ما كان في جولة مفاوضات. بلغن الموقف الإسرائيلي يعني الرد الإسرائيلي وطلب رد لبنان. طيب من شباط لهلأ أدار نيسان أيار ونحن صرنا نص حزيران، عم نحكي 4 أشهر، عم نحكي من سنتين عن آخر جولة تفاوض. بتقلي هلأ عم يفتحوا لأنه حسوا أنه في انهيار بالبلد؟ لا، نحن خوفنا أكتر شيء. يمكن ما بدي فوت أرجع بكل النقاش حول الخط 23 أو الخط 29 بوجود دكتور اللي هو خبير بهيدا الموضوع وكلمته كلمة، يعني مش أنه عم نسمع وجهة نظر أو رأي فينا نناقشه فيه. لا، إنسان عم بيعطي هالقد من وقته ليدرس هيك ملف، هيدا مش بس قيمة مضافة للبنان، هيدا صار مثل ما قالت بولا. بدنا نروح عند أستاذ نزير ونقول في مطرح سمعنا، هلأ نعطيك الميكرو وصل لك إن شاء الله ما يصوفروا على بعضهم. سمعنا بكتير مطارح أنه تعديل المرسوم 6433 أو الحديث عن الخط 29 هو بمثابة أزمة اندلاع حرب وشيء ما بدنا إياه. ليش نحكى عن هيدي التفاصيل بالتحديد؟ فكرة اندلاع الحرب أنا بستبعدها بالكامل، وهلأ بحش يعني بشرح ليش. بس نحنا من أول الطريق نحنا فايتين بفوضى، مش عارفين ليه كيف حددوا خط الوسط. بالمناسبة هي أول مرة دكتور أنا بسمع قصة تحديد خط الوسط كيف تم وقدان احنا قلنا من الحقل من قبرص، يعني هذا نحن مش عارفينه. اثنين، وقت اللي حددوا النقطة رقم واحد، وكمان حضرتك بتعرف كيف اتاخد القرار بطريقة انفرادية من دون تنسيق مع حدا، وكيف انسحبوا عنا بعدين وكيف تراجعوا كمان ما عرفنا كيف اخدوا القرار بال23، وكيف في 10 أشخاص منهم 10 أشخاص 10 مسؤولين وقعوا على المرسوم اللي انبعت على الأمم المتحدة، ومن بيناتهم 4 ضباط بالجيش كانوا عم بيمثلوا وزارة الدفاع، وكيف بعدين تغيرت القصص وكانوا
بوقت اللي بدهم يفوتوا بال29 وبلشوا بالمفاوضات كيف كانوا عم بيفكروا انه هن بدنا نطربش الامريكان نحن، انه منقلهم ايه موافقين على اتفاق الاطار، منروح منسلم على بعض منشرب شاي، بتاني جلسه منفقعهم اياها انه نحن لا مش الخط 23 خط 29. هيدي الفوضى اللي صارت، هيدي اللي رسمت كتير علامات شكوك نحن لوين رايحين والسلطه كيف عم تتعاطى مع الملف. في شبهات فساد طبعا، في شبهات سفاهات طبعا، في شبهات سمسرات من دون شك، لانه اصلا نحن بطلنا نوثق بالسلطه بالخط 23 وقت اللي قالوا لهم انه رايحين نحن لل 29. شو صار؟ وقفت المفاوضات، رجعوا بعدين بقيوا 5 شهور من اول ديسمبر 2020 ل ايار 2021 ما راحوا على المفاوضات، صحيح؟ بهيدي الفتره شو صار ما شو صار ما بعرف. هلا في وحده من التفاصيل بتنقال انه يوم اللي راحوا لجلسه استئناف المفاوضات وصل الوفد لهونيك، تفاجأ الوسيط الامريكي وتفاجأ تبع الامم المتحده انه لا نحن الاتفاق مش هيك اللي انحكى، وكان الحكي انه لا نحن خط تفاوضي وخط غير تفاوضي، هيدا حقنا وهيدا مش حقنا. كمان هو نحن ما بنعرفهم، انه ليه بده يكون في خطين اصلا؟ ليه بده يكون في خط تفاوضي بده يكون في خط حقنا؟ من بعدها وقفت المفاوضات بالكامل، لن عملت السفقه ب ما بعرف اذا سفقه باكتوبر، بس انه تراجع الرئيس عن موقفه اللي هو بعد سنتين كان متمسك فيه، وانطلع وطلع شيء تاني اسمه حق الآن. اليوم حتى حق الآن ما بعرف كيف بيتسمى حق، انت لا مستكشف ولا مفتش عليه ومش معروف اذا بنقطتك ولا غير نقطتك. اللي عم جرب اقوله انه بقصة حق الآن ولا بقصة الخط 29 ولا بقصة هي، عطول يستخدم القانون ويستخدم يعني أي حق لبناني بمعرض المزايدة السياسية بين أركان السلطة مع بعضهم. بتوقف المفاوضات على ولدنات، بيوقف التقسيم لبلوكات على ولدنات، من أنت من نبلش بحسابات خاصة وغير حسابات خاصة، عطول عم تصير هيدي القصص. طيب اليوم إذا نحن منا نروح لا نوقع ال 29، شو بده يصير؟ بدها توقف المفاوضات. الالتزام اللي عملوه السلطه بانه نحن بنرجع ل 23 هي لاستكمال المفاوضات، لانه وصلوا لمحل انه هن مخنوقين، يعني رح يطلع من المولد بلا حمص. هيدا اساسه بشكل اساسي لانه لبنان ضعيف ولبنان عاجز، ولبنان ما عنده موارد وما عنده قوه، ومعتقد انه اي معركه مع اسرائيل دبلوماسيا او سياسيا هي خسرانه. قالوا هوكشتاين بالمقابله امبارح بعد الجلسه كان كتير فائق وكتير محبط، وكان عم بيقول انه انتم ضعاف والضعيف ما بيستاهل الا اللي نحن بدنا نعطيه. طب اليوم نحن شو خياراتنا؟ الحرب اللي عم نحكي عنه، ما بعتقد انه في حدا بفوت على حرب. لا معايير أساسية كمان ما نكون واقعيين، القوة الوحيدة اللي موجودة هي عند حزب الله. اليوم هل حزب الله بفوت بمعركة؟ يمكن في توازنات لبنانية بتمنعه، واحد اثنين بده يستثمرها بالسياسة، بده تفويض، في حدا بيعطيه تفويض، ما حدا بيعطيه تفويض لأنه هيدا اعتراف بشرعية سلاحه، وهو وين وين على جميع الأحوال، هو كسبان. إذا ما فات بمعركة بده يقول لهم راحت حقوقنا لأنه موجودة، علما كمان تقديري أنه في معايير دولية بتحكم هذا الشيء. يعني آخر شيء الحزب قراره منه لبناني بالكامل. الإيرانية اليوم من بعد اللي صار بهول يومين لما طلع صار في موجة تصعيد، رجعوا على الاتفاق النووي الإيراني، وبالتالي لا راح يفوت على حرب ولا غير يفوت على حرب، وما بعتقد الجيش اللبناني كمان يفوت على حرب. ففكرة الحرب هيدي عملية تسويق ل يعني صار في تهويل سوري والناس كتير طلع صوتي عالي والناس خافت من موضوع الحرب. بس ست بولك انت عم بتقولي عن قصة 23 كنت مختلفة معه بالتعريف، ليش اتاخد معك؟ لا لا، تم التنازل مسبقا عن 29 لأسباب ما لها علاقة بضعفنا، أسباب لها علاقة بارتكابات الطبقة السياسية وخوفة من العقوبات من الخارج. هيدا واحد. ثانيا، اليوم لما ينحكى انه قانا
مقابل كريش، لأنا بوافق معك ما بنعرف شو فيها قانا. قانا يمكن ما في شيء بقانا، يمكن يطلع حقل، ما في شيء غير سمك. بتطلع ساعتها مليفة، بتطلع ما بزري، ما بعرف شو بتطلع، ما بنعرف شو فيه بقانا، لأنه فعلا يعني ما في بعد أي إذا بدك speculations على هذا الحق. كريش بنعرف شو فيه بكريش، لأنه إسرائيل عم تستخرج. قانا شيء تاني مختلف. وشغلة تانية يا غيي، بتحب التسعة وعشرين ما بتحب التسعة وعشرين، مش هون النقطة. النقطة أنه أنت ما بتتنازل مثل ما قلنا قبل ما تكون قعدت على طاولة المفاوضات. بعدين شو راح تفاوض؟ ما انك رايح انت مظلط مع ما تارك شيء معك، ما تارك شيء بقى ما خص. رحنا نحن هني وبعدهم بالمفاوضات، كان تحت الطاولة، وهذا اللي كنت عم جرب اقوله، من تحت الطاولة كانوا عم بيوصلوا لاسرائيل ولامريكا اللي بتدافع عن مصالح اسرائيل، عم بيوصلوا لهم يا جماعة نحن اليوم شو بدكم بالحكي الاعلامي، يلا خليها تشتغل اسرائيل. وما حدا بده يروح على الحرب. هيدي الحرب كمان تهويل. ليش نحن بنحمل الحرب؟ ليش اذا حدا بده يجي يضربنا في شيء ينضرب بعد ما احنا مضروبين لحالنا؟ ليش نضحك على حالنا؟ فعلا جوزيف اليوم بالقوه الدبلوماسيه، بالقوه الناعمه، انك اليوم تمنع اسرائيل تستخرج من كاريش وكاريش نورث وغير من هيدي المنطقه، كانك ضربت اسرائيل ب 300 صاروخ. طب وهذا حقي؟ ما عم بعتدي ولا عم نزل دم ولا عم بعمل عنف ولا عم بعمل شيء من كل هيدا اللي ممكن يقوم العالم علينا. انا عم بحفظ حقي وعم بقول لاسرائيل هون ما فيكم تنقبوا. بتعرفوا هول قد ايه خسائر يوميه لقلهم؟ يعني تخيلوا شو قادر لبنان واللي بيسمي حاله لبنان المقاوم، تخيلوا شو قادر يخسر اسرائيل. استغنينا مسبقا وركدين نشوف كيف بدنا نرضي لقاموس لنرفع العقوبات عن بعض المسؤولين اللبنانيين ولما يتعاقب آخرين. طب بس هون في سؤال، هل حزب يعني الله كلهم بالقصة هيدا بدي لقى؟ هل حزب الله متواطئ بهاي الخبرية؟ لأنه اليوم وقت أجا آموس على لبنان قال الحزب أنه نحن ناطرين الموقف الرسمي كرمال ناخد قرار. هأعطيك بالنسبة لإلي دليل تواطؤ ما في أدنى شك فيه. أوكي، طرح القانون. اول شيء حزب الله عنده لجان قانونيه وعنده محامين، بيعرف كثير منيح، بيعرف اكثر مني بكثير، انه بيقدر يعمل قانون وبها عبر هذا القانون يستطيع فعلا ربط النزاع مع اسرائيل. انت بتقاوم بس بسلاح؟ انت بتقاوم اول شيء بالدبلوماسيه بحقك بكل هيدي اذا بدك القوه الناعمه اللي عندك، اللي هي اليوم بالعالم كله تحترم أكثر بكثير من القصف والضرب وكل ذلك من الردع العسكري. يعني اللي عم بتقولي حضرتك حزب الله قدم التسعة وعشرين لإسرائيل مقابل في ثمن؟ ما شفت ولا نايب وقف دعمني باستثناء النواب 13، ما شفت نايب وقف دعم فكرة أن يكون هنالك قانون معجل مكرر مجلس النيابة بيوصلنا لنفس النتيجة اللي هي مثل نتيجة تعديل المرسوم. طب إذا ما عم بقدر خلي رئيس الجمهورية يفرج عن هالمرسوم وعندي طرق تانية ما بستعملها، مفروض علي استعملها. وهذا الموضوع السيادي، هذا موضوع السيادي بامتياز، مثل ما موضوع سيادة لبنان على كل أراضيه وموضوع سيادة، هذا موضوع سيادة وموضوع فيه مردود كبير للبنانيين. أنا ماني راح عم خاني إسرائيل وشرعها على صخرتين لا، أنا عم بحكي بموضوع فيه مليارات الدولارات، فيه مصالح. وبكرة يمكن لما نجي نطلع هالغاز ما بعرف وين بتكون صارت الطاقة البديلة، يمكن تصير عن جد بصير شو الفاليو تبعهم، بصير استخراجهم مكلف اكثر من فايدتهم. مثلا عم بعطي مثل بس تقول انه اليوم التاخير مش صحيح، انه خلينا نحفظ هالثروه بالبحر للمستقبل. ما بنعرف شو المستقبل، ما حدا بيعرف بالسرعه العلميه اذا فعلا الغاز رح يضل له نفس الفاليو مثل ما هو. ما بنعرف شو رح يكتشفوا بالعالم حقول غاز يكون استخراجها أسهل وما في مشاكل وما في منطقة عدم استقرار ويصير ما لها قيمة هيدي الكميات موجودة عندنا. هيدا السؤال كيف؟ عندي هيدي الكيف بدي جاوبك بجملة واحدة، وهيدي قناعتي مش من هلأ، من 2018. طالما موجودين هول الست سبع المسميين زعماء بالسلطة بلبنان، سمك مش حتشيل، مش إنه غاز،
ما حتشيل إلا كياس بلاستيك وصرامة ووسخ وجي وزبالة، حتكب زبالة ببحرك وحتشيل زبالة من بحرك، لأنه هيدي مافيا مش سلطة. هلا سأل سؤال الأستاذ نزير كتير مهم. طيب رأينا على التفاوض، طلبنا ب 29 وقفوا المفاوضات. يا أخي في أولان تحكيم دولي، تفضلوا هاي وسيئنا وانتو شو وسيئكم. واحد دائم في محكمة هامبورغ للبحار، تفضل يا محكمة. هذا بنعمل اكيب ابضاي بالعلم بالقانون في محكمة العدل الدولية، ونحن بلبنان منا عليه ماشي. كان عنا عضو بالمحكمة الدولية بركب تعرفه جوزيف عيد قاعد ببيت مري. تصور وزير خارجية ما بيعرف انه عنده عضو كان سفير محكمة دولية. انا قلت له عنه تعيطنا له وجمعناه بالوفد. يعني في شيء اسمه إدارة الصراع، هودي هالشباب ما بده يدافع عن مستقبلهم، مين عن يفكر بمصالحهم؟ بتحس هالملف مثل كأنه متبر. يعني معقول وزير خارجية يقول أنا ما اللي دخل بهذا الملف؟ وليش شو بتشتغل أنت؟ وليل نهار جمع خبراء وعمل ملف ودافع بالأمم المتحدة ووزع وثائقك على كل العالم. يا أخي الخطير إنه نحن عم ندمر جامعتنا وعم ندمر مستشفياتنا وعم ندمر مؤسساتنا وثروتنا، مش عم نستعمل لأنه الدولة تدافع عنها. القوة لك يا أستاذ وزير مش بس حزب الله، أصلا ديها وزير حزب الله موافق على 23 وعندي محضر الجلسة، وأنا فتحت حوار قوي مع حزب الله وأنا بقدر تضحياته لحزب الله، بس بهالشغلة سكوته مريب. حتى الآن ما جاب سيرة 29، يا أخي بني هالدولة اللي بدك توقف وراها شو تركيبتها؟ هاي السيرة بدي أسأل الأستاذ السابين، يعني 23 و29 وعشو ما اتفقنا، هل نحن بعد فينا نوثق بهيدي السلطة اللي روحت كل شيء بالبلد أنه هي تستلم النفط وأموال النفط وهي تستثمرها أو تفيد الشعب منها؟ نحن وصلنا لهالحالة هلا، لتغير هالحالة كان فينا نغيرها بال 15 أيار 2022، نحن ما غيرناها. وأنا بدي خالف الدكتور هون وبدو يزعل مني يزعل، بس أنا لا، بس أنا جري على الأرض أكتر وراسي عكتافي وما بقى عايشي بالأحلام. وبفتكر إنه معظم الشباب اللي قاعدين معنا اليوم إذا كانوا قاعدين لأنه ممكن عم نحكي أنا وبولا يا ما قادرين ياخدوا فيزا يا ما قادرين يهاجروا، ما بقى نضحك على بعضنا. نحن عم نتهم سلطة فاسدة، بس نحن كمان شعب خنوع ومهمل وما له جلادي شيء. ما عليه ما تزعل، نحن لو كنا فعلا شعب مثل ما عم تحكي بالتاريخ اللي بلش ب 17 تشرين كان لازم يكمل، وما كان لازم يخلي ب 15 ايار 2022 ما يوصل الا 13 نائب تغيير. هيدي واحد. مشان هيك اليوم عم تحكي اذا في امكانيه حرب ولا لا، بدي جاوبك بسرعه على الاشياء اللي صارت، يعني النقاش اللي صار. اول شيء مش بس حزب الله ما بده حرب، اسرائيل ما بده حرب. اسرائيل عم تشتغل بزنس از يوجوال، مكيفه. هلا بدها توصل الغاز على المانيا لانه بدها تعمل تعويض على الغاز الروسي، لانه نحن ما ننسى ابدا اللي صاير باوكرانيا عامل اساسي له تاثير كثير على تسريع ملف الترسيم. بعدين نحن لو وصلنا لهذا الانهيار، قلت لك انا كلمه وانت ما استوقفتك يمكن، بس الانهيار المتعمد. نحن ما وصلنا صدفة للي نحن فيه، نحن وصلنا لأنه هيدا هو الهدف. هلأ كل واحد من القوى السياسية، لا أنا ما عم بختلف معك، عم بحكي مع جوزيف لأنك عم بقول له الانهيار متعمد. اليوم نحن كل فريق إن كان داخلي أو خارجي يقرأ الانهيار من منظاره. يعني إذا بنسمع الخطاب عند حزب الله ومحوره بيقول انه الامريكان عم بيعملوا علينا ضغط يعزلوا البلد ويضيقوا الخناق على حزب الله ليخنقوه. ترجع بتسمع نحن اذا بدك الجانب السيادي بيقول انه نحن عم نختنق والبلد عم بينهار لانه سلاح حزب الله. ولكن الاثنين الفريقين يلتقيان عند مصلحة واحدة هي انهيار البلد، لانه اليوم بانهيار البلد انت لما دمر كل شيء ترجع بتعمر على جديد. أول شيء لما بتنهار الليرة حيرخص البلد كتير،
حييجوا يلموا الشباب اللي مطلعين مصرياتهم لبرا بتراب المصاري. انتو فيكن تشتروا شقة هلأ وتتجوزوا؟ لا، بس هني بكرة رح يجوا. رح أعطي مثل صغير مع أنه يمكن لا تجوز المقارنة بالشكل المضبوط، وإنما القليل إيه؟ لما طلعت إعادة إعمار بيروت ووسط بيروت وكل هالأمور، نتذكر كيف كانت الحملة على سوليدار، أنه سوليدار مباعد يعني إجت الأراضي مباعد بتراب المصاري. نفس اللي صار بالـ92 عم يرجع اليوم يتكرر، وإنما على سكيل أكبر، على سكيل البلد بما فيه نفطه وغازه وأراضيه وعقاراته وكل، والبور ما ننسى البور، نحن هلا عم نحكي نفط وغاز نسيين البور. فلذلك اليوم لما بنحكي انه الانهيار، ايه الانهيار متعمد لنوصل لهون، ليوصل لبنان الى موقف تفاوضي ضعيف. نحن هلا بنستقوي بالـ29، بس مين حكي بالـ29؟ ما في شيء على الورقه اسمه 29. مشان هيك نحن قد ما انتم بتقولوا 29 في رساله للامم المتحده، بس منا مسجله احد الجيش. الجيش طلع قائد الجيش من يومين، خلونا نشوف الوقائع مثل ما هي لو بتكون صادمة لنا. قائد الجيش طلع من كم يوم قال نحن نلتزم قرار الدولة اللبنانية. طلع حزب الله قال نحن لا نعلو فوق سقف الدولة اللبنانية، وأول مرة نسمع حزب الله بيعترف أنه في دولة لبنانية. لذلك اليوم بتقلي في صفقة، ايه في صفقة، شو سمنا بعد هي علامة الاستفهام. هل معقول يكون بلد تمنى عقوبات؟ لا 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 لا، عقوبات شغلة صغيرة. وهون بدي أعطيك معلومة أنه العقوبات على جبران باسيل بقانون ماجنكستي ولا ممكن ينشال بهالسهولة. لا، لأنه في قوانين بأمريكا، بدك تشوف قوانين العقوبات، في قوانين بتنعمل العقوبات فيها سياسية، لها خلفية سياسية، يعني فيها مرونة. بس في قوانين صارمة لا مكان ولا مجال للتراجع عنها. الوحيد، الطريقة الوحيدة اللي بيقدر يتراجع فيها تنشيل العقوبات، يرفع دعوة ويروح يفاوض ويلاحق جزائيا وقانونيا بأمريكا، وإلا ما في. هاي العقوبات انسيها. ممكن بكرة ما بعرف يلتقى طريقة، بس هلأ مش هيدا الموضوع. الموضوع هو في تسوية بتركب بالمنطقة، بدك تشوف شو رح تكون حصة حزب الله وإيران بالمنطقة اللي فيها النفط. مشان هيك أنا بقول لك الصفقة ثمنها سياسي، مش هودي الصغار اللي عم بيستفيدوا، يعني الفطريات اللي بيستفيدوا. بناخد كوميسيونات من توتال، وبناخد كوميسيونات من شركات جاية بكرة بعدين تنقب. انت خد بس مثل توتال. طيب توتال ليه ما لقيت شي بالبلوك رقم 4؟ معقول بالبلوك رقم 4 ما في نفط؟ ما بيصير. أنا اللي بدي لكم يلا تفهموا هون للمواضيع مزبوط، ما تقروا بس هلأ شو بيخبرنا جوجل، إنه إذا عملنا ريسيرش شو بيطلع معنا هلأ. رجعوا للأشياء من 2010 و 2011 و 2002 2002 شو كانت التقديرات لحجم الغاز والنفط عنا، وكيف هلأ، ليه هلأ التقديرات نزلت، ليه لهلأ ما في تقديرات واضحة، تفاوت بالأرقام مخيف. الأمين العام لحزب الله لما نحكي شو قال؟ 100 بلش بالمية، 100 مليار، 200، 300، 500، شو بيناتس عم نحكي؟ عم نحكي مئات المليارات من الدولارات، بننط من المية للخمسمية. بدنا ناخد الأسئلة من الحضور. مصطفى بس فيك تقرر. صرت شاب كبير مصطفى. يعطيكم العافية أندري غرابات. اليوم ما في شيء مفاجئ باللي عملته هالسلطة الفاسدة، يعني ما تفاجأنا باللي عملوه. كانوا سبب لتفجير بيروت، يبقى ما بعرف ليه ما تفاجئين انه هن كمان عم بيبيعوا ثرواتنا. ست بولا، انت كنت من قبل صوتنا اصلا بالمجلس، واليوم صرتوا 13. هلا السؤال هو بركي العالم اليوم كيف بدهم يطلعوا 200 ألف ليعيشوا بالليل يطعموا أولادهم، ونحن عم نفكر كيف الدولة عم تكون فاسدة والدولة غير محل. هلا السؤال هو هل في حل غير حل الشارع والاصطدام المباشر مع هالسلطة الفاسدة، أو بدنا نضلنا 4 سنين عم نعيد نفس الحديث؟ سؤال ما عندي جوابه، لأنه أصلا نزلت الشارع
ما حدا منا بيقررها. اللي صار ب 17 تشرين في لحظة قرروا اللبنانيين ينزلوا، نحن لحد اليوم ما بنعرف ليه ولا بنعرف شو ظروفها. نحن قبل بثلاث أسابيع كنا داعيين أودري، ب 29/9 كنا يمكن 400 أو 500 واحد، أكثر مرة نقدر نوصل بكل مظاهرة. كتلت أربع أسابيع كنا عم ندعي لمظاهرة، أكثر عدد كنا نوصل له 500 شخص. اللي صار ب 17 تشرين هو تراكم ما أدى إلى هيدي النزلة وأدى إلى اللي شفناه لاحقا. هلا بترجع هيدي اللحظة صراحة ما بعرف، بتقلي في طرق تانية للمواجهة بعد انتخابات، واللي قالته هون أنا سابين معه، بعد انتخابات 15 أيار صارت الطرق أضيق أصعب وعرق أكتر. شعب صار فيه اللي صار فيه من انهيار وانفجار وحريق وغريق وكل اللي شفناه، يرجعون كلهم يعني كلهم 90% رجع نفسه البرلمان بمراكز القوة تبعهم. هلأ عم بيحكوا برجعة حكومة لمئات من جديد، يعني فعلا سوريالي الوضع. أنا بنبسط لما بيحكي الدكتور وبيعطي هيدا النفس للناس وبيعطيهم هيدي الثقة وبيعبقهم إذا بدك بإمكانية يعني يوثقوا بحالهم وبصوتهم، بس عندي شكوك حقيقية. هل نحن فعلا ناس منعرف ندافع عن مصالحنا؟ هل فعلا فرزونا لدرجة إنه منكره بعض ومنعيش عن كيات وصار هالقد في أحقاد متبادلة ونحن عايشين نفس المصيبة؟ يعني كتير عرفوا يشتغلوا على التناقضات، عرفوا يشتغلوا على إنه اللبنانيين يحبوا زعيمهم أكتر ما يحبوا حالهم، وكل واحد عندهم لعبة البلايم جيم، كل واحد بكب على التاني. هيك عملوا بالمرسوم وهيك بيعملوا بكل مواضيع. تروح عند المسؤول بيقلك ما خصني، روح شوف رئيس الجمهورية، بتطلع لعنده بيقلك ما خصني روح شوف. وكلهم بنسبتهم هاللعبة، لأنه كل واحد أندري بيحكي شارعه. إذا ما صرنا شارع واحد بيعرف إنه مصلحته مشتركة، نحن باقيين على نفس الطريقة. الشعوب المقصومة ما بتوصل لمطرح. كيف إذا بلد صغير ومقصوم بهيك محيط وبهيك أوضاع والكفاءات الكبيرة كمان تنكون واقعيين أكترية تفلت؟ أكتر الناس اللي كنا نشوفهم أنا وياك 17 تشرين قسم كبير منهم صار خارج لبنان. ف يعني للأسف إذا بدنا نعطي أحلام وردية فينا، بس بدنا نكون واقعيين ونقول نحن عم ندفع ثمن خياراتنا ولح نندبح مرة جديدة بأصواتنا. هي قبل انتخابات كنا عم نقولها، اليوم ما في انتخابات، لح أرجع أكد عليها، اللبناني عم يندبح أول شيء بأصواته. عم تسأل أندري شو اللي بدنا نعمله لنرجع ننزل إن شاء الله؟ لا في هذا الحل، إنه بكرة أول تموز رح يغلوا الإنترنت والسيلولار، ساعتها في أمل مثل ما عملوا على الخمسة سنت الواتساب نرجع نشوف شيء 17 20 مكررة. يعني هيدي أمل ما بسخرية يعني وجع. أستاذ المحامي إلي كرم، أنا حالياً عم بعمل ماستر بالمدياسيون وأخذ السجاي طبعي اللي هو اللي عم بيصير هلأ بالنسبة لجنوب لبنان. دكتور خليفة، أنت وجدان تاريخ لبنان، وصراحة الشيء اللي عملته من يومين، الرسالة واللي نشرتها بولا والجميع، خلوني أجي اليوم أسمعك لايف. بتشكر الجميع، بس ولكن بخص بالتحية دكتور خليفة. السؤال الأساسي بالموضوع، نحن عم نحكي بإطار التفاوض اللي هو انطلق منه بوقت دولة الرئيس نبيه بري، وكان هو إذا بدنا نقول بمكان ما عم بيعمل هيدا الإطار. هلأ بالقانون المادة 52 من الدستور اللبناني بتعطي الحق لرئيس الجمهورية بالقيام بالمعاهدات والمفاوضات، باستثناء بالفقرة الثانية استثناء شغلة واحدة، وهيدا شيء موجه للنواب، أنه في حال تتعلق الاتفاقيات بأمور بمالية الدولة ما خلى عن أكثر من سنة، عليه أن يأخذ موافقة مجلس النواب. إذا جينا حطينا هاي الاتفاقية، اتفاقية الإطار يلي على أساسها الدولة اللبنانية اليوم عم بتقوم بمفاوضات وساطة، خلينا لأنه تنفصل بين الاثنين، اليوم يلي عم بيصير بجنوب لبنان هو وساطة، والوسيط لازم يكون محايد، وهون بنسأل سؤال، هل هذا الوسيط هو محايد؟ هو لديه خدمة عسكرية في إسرائيل وشيء متعارف عليه. اثنين،
ما في اتفاقية ممضية من الجانبين لتكليفه كوسيط، وهذا شيء أنا بجهله وبحب كمان توضح لي إذا عندك معلومات. وثلاثة، كان على رئيس الجمهورية أن يوقع على اتفاقية الإطار، وإلا كامل هذه المفاوضات يجب رميها في سلة القمامة. شكرا. ميرسي لك. تسمح لي جيبه؟ فضل دكتور. أول شيء اتفاق الإطار غلط، هو الخطيئة الأولى. شرحت لك كيف منطلق من 1700 اللي بيحكي عن الخط الأزرق، كيف رابط الخط الأزرق بالحدود واللي هي منع حدود. عرفت علي؟ هلأ نحن الوساطة منقضى الإطار، الإطار بيقول النقاش بالنقورة. وينو النقاش بالنقورة؟ هلأ أوغشتان بيجي وبيبرم وبيروح. هلأ الرئيس عم تحكي صلاحياته، ما هو بلش إنه روحوا بلشوا من رأس النقورة وما تاخذوا تخليط. أول عندي إياهم بالملف، شوي رجعوا. إيه لا 23 خيك، كيف رجعت على 23؟ أنا برأيي في ضياع، لأنه رجال الدولة ليسوا رجال دولة. مثل ما قلنا الدولة الباتريمونيال كل واحد بيشوف شو بيطلع له منها، وبيشوف مصالحه، مصالح الجماعة تبعه والبيئة تبعه والحزب تبعه والطائفة تبعه. وين الدولة؟ وين الدولة؟ منين الدولة؟ هيدا اللي نحنا مفروض الشباب يؤمنوا بالدولة، دولة المؤسسات والقانون. توضح شغلي. أول شيء هوكشتاين هو وظيفته وسيط ومسهل، مسهل بالمفاوضات مش بالمعنى الصيدلي يعني. لا اوكي. الشغله الثانيه باتفاق الاطار، هو بيقول بري بيقول انا خلصت مهمتي عند اتفاق الاطار وقتها، وقال المفاوضات بتصير وقتها صار في نقاش صغير، قال انه بموجب الماده 52 من الدستور بتصير عند رئيس الجمهوريه. بس مهتمة بالشؤون السياسية. بس سؤالي لسعادة النائب بولا، حضرتك حكيتي انه مش بس بالسلاح منواجه بالدبلوماسية، وانه منواجه بالحرب الناعمة. فلسطين محتلة منذ ما قبل 48، مزارع شبعة محتلة منذ ما قبل 2000، لبنان بعد فيها اراضي محتلة تضمن تلال كفر شوبا والكرة السبعة. هل الدبلوماسية ساعدت بتحرير هيدي الأراضي أم السلاح؟ هل نثق بالعدو الإسرائيلي اللي احتل فلسطين واجتاح أرضنا وعمل علينا حرب وما زال لهلأ محتل؟ هل نثق بالمفاوضات معه؟ بلس هل نثق بالمفاوضات مع الأمريكي يلي وعدنا منذ عقود، بعده من أقل من سنة وعدنا بالكهرباء من مصر؟ هل وفى بوعوده لحتى نوثق فيه وبالجانب الإسرائيلي ونعتمد بس على الدبلوماسية لحتى ناخد النفط، رغم أنه أراضينا منذ 48 بفلسطين محتلة ولبنان بعد فيه بجنوب أراضي محتلة؟ هل نثق بهكذا عدو؟ بس لو بتقولي لي وين شايفتيني بوثق فيهم؟ أنا مش بس ما بوثق فيهم، لا بوثق فيهم وما بوثق بالزعمة اللي عم تنتخبون للأسف وعم توثقوا أنتوا فيهم. أول شيء إلي على جماعتي، بس خليني كمل لك. لا نواجه بس بالسلاح، نواجه بالدبلوماسية. أنا لم مش قلت حضرتك بتوثق فيهم، قلت هل نثق بالدبلوماسية مع العدو؟ بس حضرتك عم تسأليني إذا بوثق فيهم؟ أكيد ما بوثق فيهم، هيدا عدو عنده مصالحه. هل نثق أنه نواجههم بالدبلوماسية مش بالسلاح؟ كل اللي كنا عم نحكيه وحضرتك مهتمة بالموضوع السياسي بيشرح لك بالتفصيل كيف انت اليوم بتقدري تخلي اسرائيل تخضع فقط بانك تعملي الصح وحقك. بمجرد انه دولتك طالب لك بحقك، انت اليوم بتقدر تخلي اسرائيل تتوقف عن استخراج الغاز على الحدود اللبنانية، وتتوقف مش بس عن الخط 29، كمان ابعد من الخط 29. تخيلي انه اليوم اللي عاطي وهم للناس انه هو بيقصف وبيعمل ورقة تعديل قانون ما عم بيمشي فيه، بين شو بيخبروكن على المنابر والشعارات وبين الواقع هو كتير كبير. وعندي سؤال لقلك بس، معلش معين، انت بتحملي حرب اليوم صراحة؟ يعني خلينا معلش هيدا الكلام والشعارات الكبيرة يا عمي، بتحمل نحمل انتصار تاني مثل 2006؟
انتصار منحمل انت ما كان انتصار منحمل بعد نحنا ضرب وقصف نحنا جماعة اليوم بالحضيض بالأرض بانهيارات كتير كبيرة فعلا منحمل نحنا اليوم كمان نفتح جبهة ونفتح حرب إسرائيل اليوم عم تستخرج غاز ربما من أرضنا نعم يا عمي ما أنا قبل ما أسأل إسرائيل إذا بترد أنا عم بسأل جماعتي عم بقلن أنتو المسؤولين اللبنانيين اللي قاعدين بالكراسي وبالسلطة عم بقلن لقلن دكتور خليفة مين عم بخاطب نحن عم نحكي مع جماعتنا نحن اللبنانيين المسؤولين اليوم عن هذا القرار عم نقلن تفضلوا عملوا واجباتكن قبل ما أوصل للسلاح وللحديد والنار ولغيره مش عم بيعملوا أبسط واجباتهم في حين انه اليوم اسرائيل دوله اي شو ما بتقدر تاخذ من عندك تمد ايدها تسرق لك ثرواتك ليش بدها تقصر بس قبل ما روح اقول لهم لاسرائيل وقفوا انا عم بقول لدولتي روحوا اعملوا واجباتكم كما يجب اليوم العلاقات الدوليه بتخضع لقوانين بتخضع لدبلوماسيه بتخضع لكثير مسائل منطق القوه اكيد موجود نحن مشكلتنا معهم انهم عم بينتخلوا عن قوه بايدنا هي قوه الحق UKHO شو بدك أكتر من هيك بيجي بيرسم لك الحدود وبيقول لك هيدي حدودك بتروح دولتك بتقول لا مش هيدي حدودي أنا بدي أقل ما سمعتها بحياتي ولا مطرح بالعالم بأفشل جمهوريات عطيني حدا بالتاريخ بيجوا بيقولوله third party طرف ثالث بيجي بيقول لك أنت بحق لك بأكتر بيقول لا أنا بدي هالقد بس شو هالمنطق هيدا وين شايفتي هيدا هذا التواضع هيدا التواطؤ والخيانة العظمى هذا التواضع دولتنا في قوة الحق وحق القوة صح نحن منتسلح بالقانون الدولي هاي وسيئنا وهيدا حقنا وبإيدنا التاني من دفع بالقوة عنه بس إنه شو القانون الدولي خي كيف شو القانون الدولي ما نحن ربحنا معركتنا بتحرير لبنان لأنه كنا عم نقتل تحت سقف 425 القانون الدولي والأمم المتحدة نحن هلأ شلنا السلاح القانوني المتسلحين فيه الوحيدين بالعالم اللي عملنا حدودنا البحرية من خارج حدودنا البرية والقانون الدولي معنا وتخلينا عنه كيف بدنا نقاوم يعني مستسلمين بما فيهم المقاومين طبقين لنا إياهم ينضموا للنواب ويمشي الحال نحن بنحبهم جزء أساسي من شعبنا في عنا المدام بالأزرق بالأول مساء الخير رنا أسطيح صحفية يعني قبل ما يمكن نوصل للسيناريوهات اللاحقة كيف ممكن نوظف الغاز وشو معقول يصير اليوم عنوان هالندوة هو الخط 29 اكتشفنا بالوثائق مع دكتور خليفة وبالخرايط أنه نحن دولة منكوبة واليوم تأكدنا أنه منهوبة وأنه حقوقنا طوعاً عم تتسلم وعم يصير التنازل عنا حسب ما هو كتير واضح بنكبة انفجار مرفق بيروت كان في جملة شهيرة لخصت الفاجعة يلي هي عرفت بس ستيت روتار هل بالنسبة للخط 29 ستيت روتار كمان؟ نتحديهم وحياتك نتحديهم جاي الأيام وإن غدا لنظري قريب خلي يسترجوا يوقع واحد منهم تخلي عن هاي الثروة ما بنحكي على إله منشوف في عنا الكف الأحمر والكف الأسود بتشوفي عجايب بس خليني أقول شغلة وكمان هون استاذ كرم كمان استاذ أسطيح القانون المعجل المكرر أهميته أنه بنوضع على أول جلسة تشريعية حكماً يعني مش بمني من أحد بيكون موجود على الجدول المجلس النواب بيصوت أول شيء على العجلة فنحن بكرة 13-1 أنا لحالي ما كنت لحق شوف شو عم بيصير مين صوت على العجلة مين ما صوت على العجلة خاصة أنه الكتل ماكيافيلية لدرجة بالقوانين بيوقف واحد اثنين من كتلة ثلاثة من كتلة تانية ما بتلحق تعرفي شو اللي صار هالمرة رح نشوف مين رح يصوت على العجلة بهيدا الموضوع ومين ما رح يصوت على العجلة ورح نطلب ورح نلاقي بعد ورح نطالب بالمونيدات فأول جلسة تشريعية هيدا القانون والقانون الثاني إلا إذا سحبه حسن مراد ما بعرف حيكون في قانونين رح يتصوت فيهم أول شيء على العجلة وإذا قطعت العجلة منصوت ساعتها على المضمون ومنشتغل على القوانين رح يبين كتير منيح
مين بده يدفن الموضوع؟ ما بده يسمع سيرته؟ مين رح يرجع يجن كيف انفتحت السيرة ويروح على مسائل أخرى ما يرد على صلب الموضوع؟ ومين فعلاً بده يناقش هذا الموضوع؟ وهون ببين بطريقة بعد أوضح يعني موقف حزب الله من الموضوع، لأنه موضح موقفه كان ما فتحوا تمون، بيفتحوا تمون بكل مواضيع مجلس النيابة. ست بول هذا الموضوع ما كان عم بيحكي. كبيت فتايشة من شوي اسمها القطري بس ايه. ما قلتي لنا. لا في حكي اليوم بعتقد لازم نخلي العين مفتوحة على موضوع هل لح يتمسك مجددا تيار الوطن الحر بوزارة الطاقة بعد 15 سنة من لا كهرباء، هل كمان لح يقول هيدي المرة؟ ما بقى تعرفي بالمعلومات، نحن صحفية طالب بالطاقة والخارجية والبيئة. فهل سيتمسك مجددا بموضوع الطاقة؟ وهيدي المرة هل يكون ذلك لأسباب متعلقة بوعود بموضوع قانا؟ اليوم عم نسمع عم بيقولوا قانا مقابل كاريش، في معلومات بس ما في عليها خلينا نقول وثائق أو في أدلة بتحكي عن إنه نوعدوا القطريين بموضوع التنقيب بقانا والاستخراج لاحقا. مثل ما بتعرفوا صاروا يشتغلوا هذه الدول، عندها خبرات كتير كبيرة صار بهذا المجال، وعندها خبرات دولية موظفة لها، فعندها اهتمام وين ما كان بالعالم أن تكون هي الرائدة وهي البادية وهي المستفيدة. فلذلك بدنا نخلي عيننا مفتوحة، هل سيتم التمسك بأول شيء هذا الموضوع، بعدين هل رح نبلش نسمع عن شركات قطرية جاية عم بتشارك وغيرها؟ فللأسف إنه بكل بمواضيع أقل من هيك بيعملوا صفقة. يعني إذا بتفوتي على الملف الصفقات اللبنانية على رولوت ولات بيعملوا صفقة، ما فينا نتخيل ولا لحظة إنه سروي بهذا الحجم ما يكونوا مقسمين بين بعض وكل واحد مقرر مع أي طرف بده يشتغل ومين بده يساير ومين الراعي الإقليمي أو الدولي الجديد لهذا الفريق ولذاك الفريق. فمرة جديدة كمان نحن محكومين من مرتزقة بشكل واضح، مرتزقة لهذا الطرف أو لهذه مرتزقة. بس أنا لأنه سألت أنه شو الخيارات المتاحة قدامنا لنعرف 29 شو وضعه، نحن علينا هون نراقب هلأ شغلتين هني عمليا شغلة واحدة. أول شيء شو رح يكون الرد الإسرائيلي على الطرح اللبناني؟ نحن هلأ بمجلس هوكستين جمعوا أنه هني بموقف لبناني واحد، وتبين بالوقائع واللي نحن متابعينا كإعلام أنه كلهم نزلوا تحت سقف الـ 23 وأهملوا الـ 29. هلأ الـ 29 قانونيا ما في شيء بيثبت للإحداثيات لا عند الأمم المتحدة، ما في إلا هالورقة الشكوى اللي قدمناها. فمشان هيك بدك تشوفي هلا نحن ما نترقب، وهذا اللي بدنا نرصده ونلحقه، الرد الإسرائيلي شو بده يكون، وإلى أي حد هوكستين جاي بقرار أمريكي بدعم لبنان حقيقة. إذا في قرار بدعم استقرار البلد بدهم يمشوا الترسيم ب 23 ب 23 وشقفة، بيعطونا قانا كامل، بيعملوا لنا مع الأسف يعني بعتذر إنه تحت طموحاتنا ولكن بتكون مشيت، وإلا نحن رايحين على جرجرة ومراوحة وجوع أكثر ومرحلة أصعب ودولار فالت ما بعرف لوين وبنزين بمليون، يعني كل المعطيات الأسوأ ما يكون بيقدر يكون هذا السيناريو بيفتح البلد على كل الاحتمالات. صح. عشان هيك عنا هاليومين ثلاثة عن جد بيكونوا يعني بيعطوا خارطة الطريق إذا بدك. تفضلي. ماريان دحدح صحفية ومتدربة ببرنامج دي ار اي. ست سابين ذكرتي حكيتي عن الانهيار المدبر، رح انطلق من إجابتك هلأ آخر شيء، وحكيتي ذكرتي كمان بسياق آخر شركة توتال والبلوك رقم 4. بس بدي نظرة سريعة لك عن هالانهيار المدبر وعلاقة فرنسا، بما أنه هي أبدت اهتمام واسع بمساعدة لبنان، وعلاقة فرنسا فيه وعلاقة أمريكا بما أنه الوسيط هو أمريكي. وسؤال بيتبعه عندك جوزيف إذا بدك هيدا السؤال الثاني، إذا فعلا نحن بانهيار مدبر شو هي الخطوات العملية إذا بدنا نحكي دوليا لحتى نوقف تعدي إسرائيل واستخراجها للنفط؟
ليكي أنا لما بحكي عن مدبر أو الكلمة الأصح يمكن المتعمد، وإذا بترجع شوي لتقارير البنك الدولي كان دايما يستعمل هاي الكلمة ويحط التهمة إنه عند هذه الطبقة السياسية الفاسدة اللي أوصلت البلد لهون. بس نحن خلينا نطلع هاي الطبقة السياسية الفاسدة هي ذاتها إلى عقود حكمتنا وعامل إدارة حسن إدارة جيد للأزمة وشراء الوقت بكلفة للاستقرار النقدي للاستثمارات اللي عم تجي على البلد، كانوا معيشين البلد بحالة كتير منيحة رغم انه هني كانوا يعرفوا. ونحن ليه منعرف انه كانوا يعرفوا؟ لانه احنا كنا نكتب وكنا عم نتابع. يعني انت لما تكوني بالصحافة الاقتصادية بيصير اهتمامك بهذا الموضوع اكتر من الصحافة السياسية اللي لاحق بس الملف. يعني اليوم يمكن الملف الاقتصادي طغي على كل اهتمام الشاشات والتلفزيونات والبديكة والسياسيين، ولكن هو عمليا نحن هيدا نحن منتابعه. فنحن لما منشوف انا اليوم كصحافة بهاي صحفية بهيدا الوسط بشوف كيف عم بينهار القطاع المصرفي اللي من سنتين وثلاثة كان اهم قطاع واللي جاب ما بدي فوت بكل التفاصيل يعني، بس انه كان ياخذوا جوائز انه نحن عنا وديعنا ثلاث اضعاف الناتج المحلي. لما بشوف الناتج المحلي بينزل من 55 مليار ل 20 مليار بظرف سنه، لما بشوف انه كان انا عندي نمو 7.8% صار عندي انكماش 25%. هيدي كلها منا صدفه. هلا يمكن حدا منكم بيقول لي انه ايه ما هي التراكمات بس فقعت فقع كل شيء. طب بتلاقي انه توتال وفرنسا والوسيط الامريكي قالن عليه بس لا لقلك كيف بتصير العلاقه. نحن اليوم بنصير نحكي بالدعم الدولي والاسره الدوليه والاوروبيه والامريكان وما بعرف شو. الدول تبني علاقاتها بين بعضها وفقا لمصالحها الاقتصاديه، نقطه. نحن ما عندنا فصل بين الاقتصاد والسياسي، ونحن بنخلي السياسه تاثر على الاقتصاد، بس كل العالم محكوم بالاقتصاد الذي يؤثر على السياسي ويسيطر على السياسي مش العكس. نحن عنا اياها مقلوبه. نحن جماعه السياسه بيلعبوا بالاقتصاد وبيشتغلوا فيه، بينما بكل العالم التكتلات الاقتصاديه هي اللي بتحكم السياسه بالبلد. ماكرون اجى على لبنان مع كل تعاطفه بانفجار بيروت واللي بدك اياه، مين اجى معه؟ تذكري مين اجى معه؟ الشركات اللي كانت عم تجي تشوف كيف بدهم يجوا يعمروا البور. لما اجت انجيلا ميركل على لبنان وبالسراي وقالت لهم نحن سيمنز، سيمنز مين كان معه؟ كان السي او تبع سيمنز معه ومعه كل جماعه الكهرباء. لذلك اليوم هيدا يعني الفكره انه في تقاسم، شركات بدها تجي تاخذ، بيجوا يمكن سيمنز بياخذوا الكهرباء، توتال بتاخذ بلوك رقم 4 القطريه واعدهم خينا جبران ما بعرف بي يعني وضحت الفكره. نحن طولنا عليكم، بدنا نطلب منكم اساتذه ضيوفنا، بدنا توصياتكم بنهايه الحلقه بهذا الموضوع بالتحديد، موضوع الترسيم للحدود البحريه. بس سؤال دحدح ما فيني علق دقيقه، بس رح تعلق رح تعلق دكتور، بس ضيوفنا رح يتوزع عليكم كروت، بليز نطلب منكم قبل ما تفلوا تعملوا تقييم صغير للحلقه وتعطوا رايكم بهول الكروت، وهذا الشيء بفيدنا كتير. بقى بدنا بس توصياتكم باخر الحديث بهيك بشكل سريع بشكل مقتضب، شو الافكار اللي ممكن تطرحوها للمستقبل تيصير بهذا الموضوع بالذات؟ وبنرجع نشكركم مره تانية وثالثه، وما فينا نشكركم كتير على قد ما نحن انبسطنا فيكم اليوم. تفضل دكتور. اذا قريتي اطلس جيوبوليتيك شو بيقول لك؟ النفط بيسير اقتصاد العالم، نفط بمعناه الواسع، وانا عكس اللي بيقولوا راح يخلص بعد كم سنه. كل الانتاج عم يكون من النفط واشتقيته. يعني هلا في صراع مرير وقوي كتير بين الدول الكبرى في الشرق المتوسط، وكل واحد بده جزء من الجاتو. الامريكان، الاوروبيه، الروس، الاتراك، اسرائيل، ايران، كل العالم. انا رهاني، هلا البعض بيقول انت رومانسي، انا بناقش كتير شباب واساتذه ومناطق، شعبنا ما راح يسكت دقيقه. جاي من الضيعه تقول له الشباب مستقبل وطن بين ايديكم، وبولا راح تمثلكم بالمجلس، واذا غلط بولا قالوا لها غلطتي وش هو، وهي بتعرف هالشيء، هي وال13 اللي معها مدخل لنحافظ. ما تفكروا ان اكشتاين وقال له فلان وخي شو قال له، شو قال له؟ في مؤسسات
أول شيء إنهم بدأ إنهم بالمجلس ولك ما راح نهبط المجلس عمقهم إذا بدهم يمضوا. ست بولا بشكل سريع بليز، بدي وصي الشباب والصبايا الانتظام بالعمل السياسي، غير هيك كل اللي عم نحكيه إذا ما انتظمنا وتنظمنا منكون عم نتخلى بطريقة من الطرق عن بلدنا. للأسف كل واحد بناضل من موقعه، بس كتير مهم اليوم سلاح المعرفة ثم سلاح المعرفة ثم سلاح المعرفة، لأنه أخذونا بالتضليل سنين وسنين. أنا ما كنت تابع برنامج سابين، كنت تابع السياسي وما أفهم اقتصاد، اكتشفت اليوم قدي غلطت وقصرت، كان لازم بلش هونيك يمكن. ففعلا كتير مهم نعرف واقع بلدنا، نتأكد من الفاكتس، ما نروح على الفيك نيوز، ما نروح دغري على كل ما يكبولنا شيء دغري، يعني توعى فينا الحمية خاصة بلبنان المذهبية والطائفية، نفكر بعقل وبمنطق والانتظام ثم الانتظام. ما في شيء حيقوم بهالشعب إلا أحزاب ومجموعات عابرة للطوائف والمناطق، ترجع تقرب اللبنانيين من بعض، يعملوا مصلحتهم ديمقراطية سروة كتير مهمة بإيدنا، أهم من النفط والغاز. صح، كمان هي بدنا ندافع عنها. وشكرا أستاذ نظير. أنا بالملف طبعاً بوافق اللي قالته سعادة النائب، وبوافق كمان اللي قاله الدكتور بالكامل. الديمقراطية ثروتنا. بموضوع النفط والغاز أنا ما كتير متفائل قبل ما يصير عنا ركاب، بس يصير عنا ركاب وقوايا ساعتها منطلع نفط وغاز. هلأ كل الحكي أنا وكاريش ومن بادل وتسعة وعشرين وتلاتة وعشرين ما في شيء منه، طالما انه نحن ضعاف رح يعطونا الفتات، وهي اذا اعطونا اياه وللاسف. استاذ سابين اخر كلمه لك، توصياتك، شو بتتوقعي بالمرحله القادمه؟ بامرك دكتور. لكن ما رح طول. انا قناعتي منا توصيه بس قناعتي، مثل ما نحن بنشتغل كل واحد من موقعه، انا بالصحافه، بولا كانت يمكن قبل صحافه هلا نيابه بالفكر والفلاحة. نحنا بدنا بنكون شهود زور، نضل مذكرينهم انه نحنا موجودين وقادرين نعلي الصوت. ما رح فينا نوقف بوجه كل اللي عم بينعمل، لانه عن جد لما بيلعبوا الكبار نحنا ما بنقدر يمكن نبين، ولكن اهم شيء نعرف انه بلدنا غني، بلدنا منه مفلس، بلدنا منهوب ومسروق. سلطة ما فينا عليها يمكن هلأ، بس مثل ما قدرنا تأملنا ب13 شخص فاتوا. نحنا بدنا نعرف انه نحنا هلأ بمرحلة انتقالية، مخاض أساسي عم نأسس لبناء ولولادة البلد اللي نحنا وياكم منحلم فيه. هود الشباب اللي بالسلطة ما رح فيهم يضاينوا أكتر من هيك، لأنه انكسر المحظور، التابو اللي كان قائم انكسر، بده بعد شغل، ما بدي أقول 100 سنة، 4 سنين تانيين لازم نشوف مجلس كتير مختلف. ما في بين ليلة وضحاها نقدر نشوف الشيء اللي بدنا إياه. إذا ما طلعوا النفطات والغازات هلأ ما عليه، خليهم بيضلوا للبنوت ولجيل الجديد، ما عليه إذا ما أجى على دورنا. خلينا نعرف أنه نحن حتى بلا نفط وبلا غاز كنا بلد كتير قوي بكفاءاتنا، بالمبادرة الفردية الموجودة عنا، بالقطاع الخاص تبعنا. فنحن ما بدنا نكون ميأسين، بس نحن إذا منحكي هيك على صوت عالي بس لنقول لهم أنه أنتوا خربتوا البلد، ما نعطيهم سك براءة أنه لا البلد بجنن. فمشان هيك هيدا نحن الواجب اللي لازم نعمله كل واحد من موقعه. دكتور عصام بدقيقة ما تقتل شم. أولا أنا بدي أقتل هم، أنت موجود معنا، كيف بدي أقتل هم؟ تأييد لأنه المعجل اللي مقدم من 13، واحد. اثنين، إصرار إنه 29 هو خطنا. ثلاثة، إرسال فورا إلى الأمم المتحدة إحداثيات الجيش المعمولة. أربعة، هالمجتمعين من الشباب اليوم يبعثوا برقية، اجتمع 40 شخص بيستنكروا خيانة المصالح عليا الوطن، هذا شيء عملي وعملي، وبيبعثوا للنهار بتنزل لي هنا سابين، بتنزلنا البيان انه اجتمعوا وقالوا هالشي حتى يعرفوا هن اللي فوق انه هذا الشعب ينبض، في عنده حياة. ومرسي لك دكتور، كنت برك الليلة بركتنا بحضورك. مرسي لك ونصاري تأخرنا عليكم،
وان شاء الله بنشوفكم بندوات تانية، ويعطيكم الف عافية بالمجلس بالصحافة وين ما كنتوا. ثانك يو.